الاهلي استعرض 37 بطوله، النادي الاهلي كسب منهم 13، 37 بطوله استعراضهم من منذ بدايتها الى البطوله الاخيره في السنه اللي فاتت لما كانت في النادي الاهلي. في اول سنه في 1980 كان المستضيف مصر والنادي الاهلي البطل. سنتين ما اتلعبتش البطوله وبدا تاني البطل الاهلي المصري في 83، الزمالك نادي الزمالك المصري 84، الصفاقسي التونسي 85 86، ونادي الزمالك 87، مولوديه الجزائر 88، الصفاقسي التونسي 89. سنه 90 راحت البطوله للنصر حسين داي، وكان اول مره فريق جزائري يكسب البطوله دي في سنه 90. كانت البطوله مقامه في كينيا. 91 الافريقي التونسي خد 3 بطولات ورا بعض، تونس برضو ليها باع كبير في الكره الطايره. 91 92 93 في الافريقي التونسي فاز بالبطوله. 94 الترجي التونسي، 95 في كينيا النادي الاهلي المصري، و96 في كوت ديفوار النادي الاهلي، 97 السنغال النادي الاهلي، 98 في تونس الترجي التونسي، 99 الصفاقسي التونسي، 2000 الترجي التونسي، 2001 النجم الساحلي، و2002 النجم الساحلي، 2003 النادي الاهلي في مصر، 2004 نادي الاهلي في الجزائر كسب البطوله، و2005 الصفاقسي التونسي كسب البطوله في بنين في جنوب افريقيا، 2006 النادي الاهلي في جنوب افريقيا كسب البطوله، مولوديه الجزائر 2007، الزمالك 2008 2009، 2010 الاهلي، 2011 الاهلي، و2012 نادي الزمالك المصري، 2013 الصفاقسي التونسي، 2014 الترجي التونسي، 2015 الاهلي المصري، 2016 طلايع الجيش في مصر، 2017 في تونس النادي الاهلي مصر، و2018 نادي الاهلي في كانت البطوله على ارض النادي الاهلي وكسب النادي الاهلي 2019. ان شاء الله باذن الله تكون بطوله اهلاويه خالص. بكده نقدر نقول ان النادي الاهلي كسب من بطولاته في خارج مصر ادي 3 6 7 بطولات بره مصر في النادي الاهلي من اصل 13 بطوله. نروح لالقاب النادي الاهلي، 13 لقب قاري في هذه البطوله. الصفاقسي التونسي ثاني حامل الالقاب 6 القاب، الزمالك المصري 5 القاب، الترجي التونسي 4، الافريقي التونسي 3، والنجم الساحلي التونسي 2، مورديه الجزائر 2، نصر حسين داي 1، وطلايع الجيش 1. بكده زي ما احنا شايفين الانديه المصريه بتتزعم ال 20 20 بطوله من اصل 37 بطوله، وانديه الجزائر 3 القاب، ومتبقي الانديه التونسيه 6 9 11 بطوله، 11 بطوله. بكده 19 بطوله ل 20 بطوله لمصر، 13 نادي الاهلي و5 الزمالك، وطلائع الجيش فعلا 19 بطوله، وان شاء الله بطوله 20 على ارض النادي الاهلي. نشوف تواريخ تتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه. اول سنتين اول بطولتين للنادي الاهلي كانت البطوله في مصر، وكسب 80 83 95 96 97 كينيا كوت ديفوار السنغال، و 2003 في مصر، 2004 في الجزائر، 2006 جنوب افريقيا، و 2010 في تونس، و 2011 في مصر، 2015 تونس، 2017 تونس، 2018 مصر. بكده من ال 13 لقب للنادي الاهلي خد 8 القاب خارج مصر من اصل 13 بطوله نتمناها ان شاء الله باذن الله. بطوله للنادي الاهلي للتتويج بالنجمه ال 14.